مرحبا واهلا وسهلا فيكم في مكان جديد مع صباح جديد. مكان كتير منكم سمع عنه بس يمكن كتير ما توقع انه يروحوا او شوف حدا يحكي عنه او حدا يروحه. جزر الازور. جزر الازور اللي هي اصلا تابعة للبرتغال. جزر الازور عبارة عن 9 جزر تكونت بسبب حمم بركانية، لكن هاي الحمم البركانية او البراكين الان خامدة. اخر بركان انفجر في احد هاي الجزر كان في 1952، يعني قبل 70 سنة. اللون الان احنا في بونتا ديليكادا اللي هي العاصمة تبعت هاي الجزر، عاصمة هذه الجزر. هاي الجزر تابعة لبرتغال، اكتشفوها البرتغاليين في القرن 13 وبداية 14، وبدأوا يدخلوا عليها ويعيشوا فيها بعد سنة 1400. تتمتع بالحكم الذاتي من سنة 1976، وهذه المكان يقع في المحيط الأطلسي في الشمال، بعيد حوالي 1600 كيلو عن لشبونة عاصمة البرتغال، و 2000 كيلو عن أقرب نقطة من نيوفاونلاند في كندا، يعني تقريبا بنص الطريق هيك. فموقعها الاستراتيجي مهم جدا جدا جدا. هندخل نحكي لكم عن المدينة أكثر. احنا هلأ من أقصى مكان مرتفع هيك عشان نشوف المدينة على الصباح الباكر، لكن هذه الجزر تتمتع بموقعها الاستراتيجي في نصف المحيط، فهي مكان مهم جدا لتزويد السفن والطائرات في النفط والاحتياجات، وأيضا هي تهتم بالزراعة وصيادة الأسماك، وبتعرف البرتغاليين بحبوا السمك كتير، لكن الزراعة كانت مهمة جدا. كان موسم أو تصدير البرتقال لبريطانيا من أهم الأشياء اللي بتصير في هذه الجزيرة، لكن بسبب رخص البرتقال تحولوا إلى الأناناس، الآن هي عاصمة الأناناس زي ما بيحكوا. في كل هاي الجزر في حوالي 250,000 شخص، 250 ألف شخص، 70 إلى 80 ألف بعيشوا في هاي العاصمة، وفيها أشياء كتير جميلة معظمها تاريخية. هلا أو اليوم إن شاء الله خلال رحلتنا اللي جاي، طبعا زي ما انتم شايفين جميلة جدا، كثير مباني أعيد بنائها بعد زلزال صار في سنة 1700 ونيف، فهي مباني تقريبا جديدة إلا كم مبنى بقي موجود. نحن الآن عند محل أو ماركت اسمه ميركادو دا غراسيا. هذا طبعا أشهر الأماكن، جاي بكير كثير، بس من أشهر الأماكن اللي موجودة. بني سنة 1850، وزي ما انتم شايفين بنباع فيه الخضرة والفواكه. هذا زي السوق المركزي تبعهم. سريعا هنعمل تور وارجيكم اياه. هدول الاربع نوافير مية جابوهم من البرتغال سنة 1850 وبعدين بكملوا بناء عليهم، فهدول يعتبروا من ركائز هذا المكان التاريخي. نوافير المي هاي الان تستخدم لشرب الماء. طبعا شكلها كلها محلات لحمة، وهون ريحة السمك قوية جدا، ريحة السمك قوية جدا. اوه العجبان. طبعا الشعور الجميل في هاي المدينة انك الالوان، معظم البيوت ابيض واسود، الأرض بسيطية. شوفوا هذا المدخل، يعني ضيق الأزقة. باص بيجي هون، هاي باص هاي. مبنى التياتر تبعهم، طبعا مبنى جديد هذا، حديث وليس قديم. هذا المكان
بخلبك هيك تشعر انك راجع في الزمن. طلعوا المبنى. هاي كنيسة سان سيباستيانو، احد الكنائس المشهورة. طبعا هذا احد الشوارع الموجودة هون في وسط المدينة. منظر خلاب يا جماعة، شوفوا الجمال، شوفوا الله، هدوء خيالي. والله ما احلى المحلات يا زلمة، هيك ذكرك اشي قبل 50-100 سنة هيك عايشين فيها. طبيعة خيالية. هذا المدخل الرئيسي. شوف هاي البلتور تبعتها. او ماي جاد، انتوا شايفين اللي انا شايفه يا جماعة؟ طلعوا دقة الروعة. سان سيباستيان، هاي التشيرش من برا رائعة جدا وكبيرة، بس من جوا مش مدهبة زي الباقي. جميلة طبعا. هاي في 1452 بني او انتهى من بناء. طبعا هذا المكان من الخلف هون مبنى البلدية، يعتبر من مباني جميلة جدا. هذا المبنى له تاريخ. طبعا بني في المبنى هذا بسنة 1700 something، والتاور اللي شايفينه أمام كل في الجرس بني سنة 1742 أو انتهى بناؤه. تقدر تطلعوا عليه مجانا وتشوفوا شو اللي فيه. تقدر تطلع 300 سنة إلى الخلف إلى الوراء عشان تشوف التاريخ هون. 300 سنة يا جماعة. مبنى جميل رائع. احنا هلا في البيل تاور طالعين. صراحة شيء غريب. شوفوا يخوف كثير، مبين انه مهدود. واو، بس عم نطلع. مش طبيعي، مش عارف كيف بدي ادخل. انا مش عارف كان اي فيت ان. او ماي جاد، نو طبعا علم البرتغال، علم الأزورز أو علمهم المحلي، وعلم الاتحاد الأوروبي. نحن الآن في الساحة العامة لمبنى البلدية. هذا البورت تبعهم، وهون في مونومنت، وطبعا هون الثلاث بوابات المشهورة في الأزور، وهي الساعة الجميلة اللي كنا عندها
سان سيباستيان، وهذا اليورو بلوك او اليورو بيك. منطقة جميلة جدا 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 ورائعة، وهنا شايفين هاي العلم هون برفرف اكثر، اقرب عليه، هذا علم ازورج. هاي الفكرة الجميلة اللي هي مايكرو بيبليوتيك او المكتبة الصغيرة، عبارة عن كشك صغير جدا تقدر تستعير منه كتب، تقدر ترجع كتب فيه للمكتبة العامة. فكرة اكثر من رائعة، ان شاء الله المدن تبعونا يطبقوها ويصير عندنا مايكرو بيبليوتيك. هاي الكنيسة اسمها Our Lady Hope Convent and Holy Christ of Miracles، طب أسست سنة 1771 تم انتهاء من بنائها. طبعا فيها جوا أماكن جميلة، اللهم أحلاها جميلة جدا جدا. هلا نقدر ندخل، حلو حلو حلو. هاي بالليل كلها أضواء، واو. خلينا ندخل نشوفها. هاي الكنيسة اللي حكينا لكم عنها، شايفين ما اجملها. تذكرت وحكيت لكم عن التايلز هدول اللي جابوهم من الاندلسية، الاندلس بدا استخدامهم طبعا الملك جورج، بس منظر خيالي. هاي الكنيسة لبعد أمتار من الكنيسة هديك، في كنيسة سان خوسيه أو جوزيف، وهي بنيت 1544 قبل هديك، وكانت مانستري، وكانت تعتبر من أقدم المباني الكنيسية اللي بنيت في هذا المكان، وخاصة اللي بيجوا من البحر كانوا يجوا يتعبدوا هون. طبعا تم إعادة بنائها في القرن الثامن عشر، وسميت أقدم أو أهم كنيسة في بونتا دليكادا. في البرتغال حتلاحظوا وجود هذا النوع من الحيطان اللي هو زي بلاط. طبعا هذا اجا من الاندلس ودخلوه الاسبان للبرتغاليين، والبرتغاليين صاروا يستخدموه في الاماكن المهمة والارستقراطية، يرسموا عليه بهذا الحبر، وراح تشوفوه كتير في البرتغال. هذا جاء من الثقافة الاندلسية المغربية، يعني هم المغاربة أكثر شيء بيستخدموا هذا النظام، فنقلوه للأندلس. نحن الآن عند محل مهم جدا اسمه ساو براوس فورت، اللي هو
القصر أو القلعة اللي بنيت لتحمي هذه أسوار هذه المدينة، كان في سور حوالين هذه المدينة. الآن هو متحف عسكري ودخوليته 3 يورو فقط، ولكنه جميل جدا جدا جدا. طبعا انتم شايفين هذا مدخل المتحف الحربي، القلعة مكانها بالضبط على البحر، انها كانت مفروض انها تحمي المدينة. استخدموا هدول الفقيرات. لا لا كندا، شايفين عالم كندا؟ سفينة بحرية قدامنا. The Bell Tower. 1700. الشوارع كيف هيك قدام؟ طبعا كل الشوارع هون one way، وكل السيارات لاحظتها مانيوال، مش شايفين كلها مانيوال، مش جير اوتوماتيك، فيها مانيوال، يمكن لانه فيها طلعات ونزلات كثيره. نحن الان في تشيرش جيستري كوليدج كارل ماكادو موزيوم او متحف الكارل ماكادو. متحف بني في 1553 وكان كنيسة دير وطبعا حولوه الى متحف الان. هذا المتحف من برا شايفينه مع احلى بناء. طبعا هون السيارات مزعجة لانه الارض رصيف. واو واو، مبنى جميل جدا. باين ابل، طبعا الاناناس في كل مكان. موز 20 سنت 90 سنت. من انواع خبز، هاي كلها معجنات خبز، جبنة فوق، وهذا طبعا السردين تبعهم، هذا شو اسمه المربى بس في سردين. شو ايوه هي هون، هذا القسم كله سردين تشوفونه. مشهورين كثير في اكل السمك المخلل، السمك المخلل. هذا المنظر فقط 2 كيلو عن المدينة راح تشوفوا هذا المنظر. 2 كيلو يعني من السنتر اللي هذا لهون 2.5 كيلو، مشيناها مشي يعني. الله، هذا الباينابل والبنانا مشهورين فيها. طبعا كل شيء هون اناناس اناناس. طلعوا المنظر، الله. هاي هون بدو التشجير. مدينة صغيرة جدا ولكنها جميلة. الكافي شوبس هدول اللي جوا، تروحش اماكن سياحية. طبعا احنا الان في شارع هذا المشاة، هذا الشارع جميل جدا، معظمه كافيهات وشغلات زي هيك، وطبعا لازم لا يخلو من هاي الاعداد الاوروبية المشهورة اللي احنا نفتقدها في كندا وامريكا. طبعا صراحة الازور منطقة جميلة جدا، بتستاهل الزيارة، فيها كتير شغلات حلوة، طبيعة جميلة، شعبها بسيط ومحب ومكمكمة صغيرة، يعني بتقدر تزوروا عدة أماكن تنبسطوا فيها جداً.